ليش تقعدين بعز الشمس وتعذبين روح؟ استبين الناس يقول اوه مسكينة ويشترون، وهذا الهدف؟ اشرحي لي. سعودية او غير سعودية، انا انسان اكره اشوف انسان اخر بعز الشمس الساعة 5 بعز الشمس وانت صايمة. سمي انا مواطن، انا ما صورت، اصور البطاطس، اصور البطاطس ابتين شو الشمس مقطع يقهر واسلوبه يقهر يعني وش تبي انت الحين؟ طيب انا ما ادري وش المشكله، يعني ما ادري انت وش علاقتك، ما ادري وش اللي مزعلك في الموضوع. دورك محصور، اذا شفت غلط انك تبلغ، مو انك تقبض على الجاني ولا انك تحقق معاه ولا انك تشهر فيه. في جهات تقوم بذا الواجب. ما عندك ضمان اجتماعي؟ ليش؟ بوري الناس المجتمع انه في عندنا الحكومة تعطي وتتكرم، بس الناس ما يبون كرم الحكومة، يبون يعذبون نفسهم بالشمس. أنا ما قلت كذا، حكومة لا يمكن. يا أنك تشتري منها وتعطيها زيادة، أو أنك تروح تخليها في حالها بكل بساطة، لكن تروح تصورها وتحقق معاها وتسألها أسئلة ما لها داعي وتزيد الموقف إحراجا وخجلا، لا مو ما الحق. انت قاعدين بعز الشمس تذبحون الوقت، صح؟ سعودية؟ متأكدة؟ يعني لو جو الدورية هالحين وش اللي حدث تطلعين بهالشمس؟ ما عندك ضمان اجتماعي؟ ترى الوطنية أهم شيء، أهم أساس من أساس الوطنية إنك تكون إنسان، إنك ما تنزع الرحمة، والحرمة دي الله يرزقها من واسع فضله ويغنيها عن منتك ومنة أشكالك. تبين الناس يقولون مسكينة ويشترون، وهذا الهدف؟ اشرحي لي.